شركات هي القمح السوري القاسي كانت تصدر لإيطاليا. العميد قاسم القاسم مدير معبر السلامة الحدودي ومعاون مدير إدارة الجمارك في الحكومة السورية المؤقتة. في الحقيقة صدر قرار من مجلس الأمن باعتماد معبر واحد كما علمتم اللي هو معبر باب الهوى مشان دخول المساعدات الإنسانية، بالتالي توقف معبر السلامة اعتبارا من 11/7/2020. وهذا القرار أنا برأيي والله مجحف وسوف يؤدي إلى كارثة إنسانية. معبر السلام صار له يعمل في بإدخال الإغاثي المساعدات الأممية وخاصة الأوتشا منذ عام 2004 لتاريخ اليوم، 6 سنوات في معدل 6000 إلى 7000 شاحنة كانت تدخل من معبر السلامي. كان يعمل عمال شاحنات تعمل عملية تبديل البضاعة من شاحنة تركية إلى شاحنة سورية، بالتالي جميع الناس حرمت من العمل ضمن المعبر. أيضا الأعداد الكبيرة سوف تنتقل إلى معبر باب الهوى ويحصل ازدحام كبير جدا جدا كونه لا يوجد غير معبر واحد فقط. حاليا بالداخل جميع الناس الساكنة ضمن المخيمات بمنطقة درع الفرات اللي هي منطقة عفرين والباب وعزاز وجرابلس جميعها كان يخدمها هذا المعبر، يوجد فيها أكثر من 2 مليونين شخص حسب إحصائيات منظمة الأوتشا، وحسب إحصائيات المجالس المحلية أكثر من 3 ملايين، بالتالي توقف هذا الشريان على هؤلاء الناس. بطالة، لا يوجد مشاغل أبدا أبدا، جميع الناس تنتظر هذه المعونة بنهاية الشهر حتى تعيش من ورائها، بالتالي الآن توقفت فسوف تحصل كارثة إنسانية. نناشد جميع المجتمع الدولي أن يلجأ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي التي تصوت على هكذا قرارات إذا مجلس الأمن عضو واحد أبطل جميع القرارات، مع أنه صوت 12 شخص بمجلس الأمن من أصل 15 مع هذا القرار، لكن روسيا والصين استخدموا الفيتو وهم ضد الشعب السوري معروفين، بالتالي سوف تحصل كارثة إنسانية وهم همهم النظام بالأساس، ولذلك أي قرار مهما كان إنساني طبي إغاثي أي شيء هم يصوتوا بالفيتو. فنطلب من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أن يعيدوا النظر في هذا القرار ويلجأوا إلى الجمعية العامة من أجل إدخال المساعدات لهذا الشمال المحرر. بكون فكرتك صيني.
نطلع من دور الجمعة نشرة رايح عليك ما نطلع عليهم هذا الصابون مثل ما كنت خسيت خليك شايلها بروم هيك بروم يعني جهاز حديث على البطارية ان ظروف الوضع عندنا هون نزحنا من شي سنه نزحنا واجينا على منطقه عفرين لهون وسكننا فيها المخيم هذا ايضا طبعا اللي طلع من بيته ايد من ورا وايد من قدام لا حول له ولا قوه ترك كل شيء بيملكه من اكل من شرب من مواد حتى من نقود حتى من كل شيء حتى من البيوت والارض والكل تركناها وطلعنا بارواحنا اجينا على منطقة عفرين وصرنا اخيرا بهالمخيم هذا هالمخيم نادينا على خيام بعد حين اجتنا الخيام نادينا على طعام وشراب ما اجت الا ما ضل عنا ولا فلس نتصرف فيه اجتنا مواد اخيوم مشان اخيوم لما نموت تقطير لما نموت منها والان اخيوم شفت كما ما انك شايف مثل ما انك شايف انه معناتها الامراض ملاحقتنا وان هوني عم نعرف لا شتاء ولا صيف شتانا شتاء وصيفنا صيف هوني شتانا صيف وصيفنا شتاء ما يعني برد وامراض عم بتلاحقنا ويعني عايشين من قلة الموت قبل ما يسكروا الروس نحن مسكرين على بعضنا قبل ما يسكرين الروس وقبل ما سكروا الروس نحن مسكرين على بعضنا البعض المعونة اللي عم تجينا عم بتقاصصوها وبتقاصطوها من هنيك من على الحدود عم بتروح الى اهلها عم بتروح تصرف لاهلها نحن هون عم نسمع فيها بس سمع لا ما عم نشوف شيء من المعونة ولا من الاغاثة رغم انه معناتها غير كل البلاد العربي والاجنبي هي عم تطلع على الشعب السوري
المهجر عم تدزله بال 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 بالاطنان من المعني من المعوني من الاغاثي حتى يبقى عايش. تيجي للحدود ما عم يشوفها، عم يتقاسطوها من على الحدود وبتروح بحالها لكل من اللي جيبته، كل من اللي جيبته لا اكثر ولا اقل. طيب انا بس مو بس انه ياثر على المنطقه، بياثر على اللي عم يحطوا في جيابهم منه، بياثر حتى على اللي عم يتحاصصوا ويتقاسطوا وبياخذوه لجيابهم وبيحرمونا منه، بياثر على الجميع هذا طبعا. ليش ما ياثر علينا وياثر على الباقين؟ نحن عم يطعن بياخذوا وبيعطونا من الجمل دانو. شوف الكبر الجمل، شقد الجمل كبير، بتيجي حصتنا الدان تبع الجمل لا اكثر ولا اقل. كيما جيت بدك تضل تحب، وين ما حكيته بتحسه بدي ياكلك مثلك نفس الشيء. نقيم الآن في بلدة قطمي بريف عفرين. نحن هنا الآن يعني تلقينا خبر الفيتو الروسي الصيني بقطع المساعدات عن المهجرين والنازحين في هذه المنطقة التي يقطن فيها أكثر من 3 ملايين، من 2 أو 3 ملايين شخص نازح مهجر. تلقينا هذا الخبر نحن من فترة على ما يقل 25 يوم. اجتنا إغاثات إنساني ومنظن أنه هاي آخر دفعة بسبب الفيتو الروسي. إن ما دخلت مساعدات يعني راح يصير كارثة إنسانية يعني ضخم كبير بسبب أعداد اللاجئين لهون وبسبب يعني تواجد فيروس كورونا في الموضوع. نحن هون نتمنى من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تنظر للشعب بنظرة الرحمة، بنظرة الإبن، يعني يرأفوا في حال هالشعب الموجود هون، في هالأناس الموجودين. إذا انقطعت المواد الإغاثية عنهم ومواد المنظفات يعني كارثة إنسانية يعني بدها تصير حالي يرسى لها. نحن جاتنا نسبة إغاثات كبيرة يعني مثل الأكل والشرب، السكر، البرغل، العدس، الزيت، يعني الأساسيات الموجودات في البيت يعني مقومات العائلة، والخبز والمياه. ولكن هلق يعني من 20 يوم أو فترة 25 يوم نحن انقطعت عنا آخر إغاثة. كنا موعودين من فترة 5-6 أيام على أساس أنه تجينا، ولكن تفاجأنا أنه التغى المشروع بسبب إغلاق معبر باب السلامي من قبل الطرف الروسي والصيني، الفيتو اللي صار عليه ضغط على المساعدات الإنسانية. بالنسبة للمخزون اللي كنا مخزنينه والمؤونة اللي كنا مخزنينها من أراضينا ومن مزارعنا في بلدتنا بمعصران، صرفناها كلها يعني أكلناها وشربناها بسبب يعني كل فترة شهرين تجينا إغاثة مرة واحدة يعني، والإغاثة بتكفي لشهر إذا كانت العائلة من 5 أشخاص وتحت، بس اللي عائلته 10 أشخاص يعني بظن خلصت مؤونته خالص يعني، وصفى يستنى هالمعونات اللي بدها تجي من بلاد الجوار ومن المنظمات الإنسانية.
هات 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 ه